बिल्कुल الاسم موصول وهو كلمة الذي اسم موصول مبني لأنه دل على الإفراد، لأنه دل على الإفراد. طيب جاء الذين نجحوا، أيضا الذين اسم موصول مبني لأنه دل على الجمع. يبقى السؤال الثاني وهو متى تعرب الأسماء الموصولة؟ متى تعرب الأسماء الموصولة؟ حد معانا يا شباب؟ متى تعرب الأسماء الموصولة؟ تفضل عبد الرحمن. عندما تكون في حالة التثنية. أعطيني مثالا. جاء اللذان. أيوة نجح. جاء اللذان نجح. جزاك الله خيرا. يشترط أن تقع جملة بعد الاسم الموصول نسميها جملة أكمل. يشترط أن تقع جملة بعد الاسم الموصول نسميها جملة روان الصلة. صلة سنتي. جزاك الله خيرا. هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ لا ليس لها محل من الإعراب. نعم ليس لها محل من الإعراب. أحسنت. جزاكم الله خيرا. الأسماء الموصولة أشبه ما تكون بأسماء الإشارة، فأسماء الإشارة كذلك تكون معربة ومبنية، تكون معربة في حالة التثنية وتكون مبنية في حالة الإفراد والجمع. وقلنا إن الفرق بين المعرب والمبني أن المبني لا تتغير حركة آخره، فإذا قلت الذي فلا يصح لي أن أضع عليها ضمة أو كسرة، إنما هي الذي هذا هي هذا ثابتة لا تتغير ولا تتغير حركة آخرها مهما اختلف موضعها في الجملة. أما المعرب فتتغير حركة آخره على حسب موقعه من الإعراب، كان أقول مسلم هذا مسلم، مسلما رأيت مسلما، مسلم
مررت بمسلم، وهكذا. اليوم بإذن الله عز وجل نفتح كتابنا على الصفحة 64 بعد 100، 164، وأقرأ أنا حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا. ولكن هذا يا شباب ويا بنات لا يعافيكم من القراءة، فالقراءة أمر أصيل في اللغة العربية، لا بد لكل واحد منا أن يقرأ الدرس مع نفسه بصوت جهوري مرتفع. وأرجو من البنين أن يسجل كل واحد منهم 3 أسطر بصوته ويرسلها لي على الخاص حتى نطمئن على قراءتكم بإذن الله عز وجل. أبدأ، ولكن مطلوب منكم التركيز، لأن كل فكرة سأقف بعدها ونضع لها فكرة، كل فكرة سأقف بعدها ونستخرج لها فكرة. زراعة اللؤلؤ، زراعة اللؤلؤ. اللؤلؤ معلوم أنه معدن نفيس، عند المعادن النفيسة كثيرة كالذهب والفضة وكذلك اللآلئ والمجوهرات وغيرها. قد يكون العنوان مشوقاً في بدايته، وهل يزرع اللؤلؤ؟ هذا ما سنعرفه بعد قراءتنا للدرس بإذن الله. كان البحارة في معظم الدول القريبة من البحر، طبعاً البحارة مفردها بحار، وهو من يعمل في البحر إما في الصيد أو في استخراج اللآلئ. كان البحارة في معظم الدول القريبة من البحار يعملون قديماً في صيد الأسماك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ. إذن هنا هذا هو عملهم، صيد الأسماك والغوص داخل البحر لاستخراج اللآلئ. ويعاني البحار كثيراً من المشاق، وكلمة المشاق أي المصاعب أو المتاعب، المصاعب أو المتاعب. وأرجو أن يكون دفترنا معنا، نكتب معنا الكلمات ونكتب الأذكار أولاً بأول، بارك الله فيك. ويعاني البحار كثيراً من المشاق أثناء الغوص أملاً في الحصول على صدفة. معلوم الصدفة هي تلك التي في الصورة التي تليها مباشرة، في الصفحة التي تليها. قد تحوي حبة ثمينة، والحبة الثمينة المقصود بها اللؤلؤة. وكانت تجارة اللؤلؤ تدر، وكلمة تدر يعني تجلب، تجلب أرباحا طائلة، وطائلة مقصود بها أرباحا كثيرة وعكسها قليلة، على الذين يعملون فيها، وتعد مصدرا للرزق في اقتصاد كثير من الدول الساحلية. إذا نلاحظ أن اللآلئ والصيد، الصيد واللآلئ هذه كانت حرفة لتلك البلاد الساحلية من أجل أن يأكلوا ويشربوا ويعيشوا، كما أنها تعتبر من استطاع أن يحصل على لآلئ كثيرة فإنه يصير من الأثرياء والأغنياء. هنا نستطيع أن نضع فكرة، فما هي الفكرة الأولى لهذه الفكرة؟ ما هي؟ لم أرى أحداً يرفع يديه إلا مجاهد. تفضل مجاهد. بأن اللؤلؤ ثمين. اللؤلؤ معدن نفيس، ماشي. طيب جزاك الله خيرا. طيب تفضلي ربع. ايوه تفضل. ان اللؤلؤ تدر ارباحا طائله، كويس. استخراج اللآلئ يدر ارباحا طائله، جزاك الله خيرا. طيب إذا كتبت فكرة أخرى فهذا ليس معناه التقليل من الأفكار التي قيلت، بل هي أفكار تحترم
ولكن سأبحث عن أفضل الأفكار. فمثلا هنا قد أقول مهنة البلاد الساحلية، هذه الفكرة نكتبها إما في الدفتر أو في الكتاب. بارك الله فيكم على الفكرة الأولى التي قرأناها فقط، ومعاني الكلمات موجود، أرجو كتابتها. لن أنبه أكثر من ذلك على الكتابة وأهمية الكتابة. وهنا أستطيع على هذه الفكرة أن أسأل سؤالا، وهو ما المهنة الأكثر انتشارا في البلاد الساحلية؟ معكم 20 ثانية إن شاء الله، وامسح اللي مكتوب قدامكم الآن. أرجو الكتاب. وضعنا فكرة وهي مهنة البلاد الساحلية، المهنة التي يمتهنونها، ألا وهي كما قلنا صيد الأسماك والبحث عن اللآلئ. ثم سألنا سؤالا على هذه الفكرة، وهو ما المهنة الأكثر انتشارا في البلاد الساحلية؟ وتعرفنا على معاني كلمات أربعة: اللؤلؤ، معدن النفيس، المشاق، المصاعب، تدر أي تجلب، طائلة أي كثيرة. خلاص، ننتقل إلى الفكرة أو الفكرة الثانية لنستخرج منها فكرة. وذات يوم حدث تغيير في شؤون هذه المجتمعات الساحلية، يعني التي تطل على السواحل والبحار، سبب خسائر كبيرة، وهو ظهور اللؤلؤ المزروع على يد المكتشف الياباني ميكوموتو من مدينة شيحة اليابانية، والذي ينتمي إلى عائلة فقيرة تعمل في بيع الأرز. طبعا كلمة الأرز أو الأرز كلها لشيء واحد، وهو الطعام المعروف الذي يؤكل، ولكن كل النطق له صحيح. أقرأها مرة ثانية: وذات يوم حدث تغيير في شؤون المجتمعات، سبب المجتمعات جمع مجتمع ويقصد بها المجتمعات الساحلية، سبب خسائر كبيرة، وهو ظهور اللؤلؤ المزروع على يد المكتشف الياباني ميكوموتو من مدينة شيحة اليابانية، والذي ينتمي إلى عائلة، يعني ينتسب إلى عائلة فقيرة تعمل في بيع الأرز. هنا نستطيع أن نضع فكرة على هذه الفكرة، نستطيع أن نضع فكرة، فما هي؟ مدينة تفضلي يا لالا، تفضلي. أوكي، إن مكتشف اللؤلؤ المزروع في مدينة شيحة هو ميكوموتو. تمام، يبقى ميكوموتو هو مكتشف اللؤلؤ. جميل، المزروع. طيب، جزاكم الله خيرا. حسين، تفضل. ظهور زراعة اللؤلؤ. ظهور زراعة اللؤلؤ، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، نكتفي في كل فكرة بفكرة باثنين من الطلاب أو الطالبة. هذه أفكار جيدة جدا، ممتازة. ونأخذ ظهور زراعة اللؤلؤ، هذا السؤال، هذه الفكرة وضعها حسين. أما السؤال قد وضعته لانا على يد من ظهرت زراعة اللؤلؤ. على يد من ظهرت زراعة اللؤلؤ، أو من مكتشف زراعة اللؤلؤ. طيب، نقرأ الفكرة التي تليها: فحين بلغ لوميكوموتو 23 من عمره، فكر في أن يترك عمله المتواضع إلى عمل قد يتناسب مع طموحه،
عمل المتواضع ما هو؟ بيع الأرز. هذا عمل متواضع لأن دخله ضعيف، لا يدخل مالاً كثيراً على صاحبه. وهذا الشاب ميكوموتو شاب ياباني طموح ذو إرادة وتصميم، أراد أن يكون شيئاً في المجتمع. ذهب إلى هذا الميناء، ميناء شيحة، ميناء هذه المدينة، كي يعمل بحاراً في صيد الأسماك واللؤلؤ. يعمل كما يعمل كل أهالي المدن الساحلية، حيث أنه سيتصيد الأسماك وتصيد كذلك اللآلئ. ومن خلال عمله لاحظ أن صياد اللؤلؤ يعانون كثيراً قبل أن يحصلوا على صدفة تحوي حبة لؤلؤ، لكنهم لم ييأسوا، فعمل جاهداً كي يحصل على واحدة منها، ولكنه أخفق. كلمة أخفق يرادفها كلمة فشل، أي فشل في المحاولة، وليست هذه الكلمة سبة كما يستخدمها البعض، كلمة فشل، إنما هو حاول فأخفق، فشل في محاولته. إذن ما الذي لاحظه ميكوموتو؟ لاحظ أن الصيادين يعانون كثيرا حتى يحصلوا على حبة لؤلؤ واحدة. ليس الأمر يسيرا كصيد الأسماك، إنما صيد اللآلئ أمر صعب وشاق جدا. لذا عمل جاهدا، انظر إلى هذا الوصف، جاهدا كي يحصل على واحدة، ولكنه أخفق. فانطلقت شرارة فكرة، شرارة معناها بداية، مقصود هنا بداية فكرة، بالسؤال التالي: ماذا سيحدث عندما نزرع اللؤلؤ داخل الصدفة؟ ماذا سيحدث عندما نزرع نحن بأيدينا اللآلئ وهي تنمو داخل الصدفة، ثم نجعل المحارة العاقر قادرة على الإنتاج؟ المحارة جمعها محار بحذف التاء المربوطة، وهو حيوان رخوي أي ناعم الملمس ينتج اللؤلؤ. كما أن النحلة تنتج لنا عسلا بأمر الله، كما أن الدودة تنتج لنا حريرا بإذن الله، فكذلك المحارة حيوان رخوي ينتج اللؤلؤ بإذن الله. وكلمة العاقر أي لا ينتج اللؤلؤ. إذن هناك محار عاقر وهناك محار مخصب. المخصب هذا هو الذي ينتج اللؤلؤ، أما العاقر فهو الذي لا ينتج اللؤلؤ. واضح كذا؟ والذي لا ينتج اللؤلؤ. يبقى عندي كلمة أخفق معناها فشل، شرارة فكرة أي بداية فكرة، عاقر لا ينتج اللؤلؤ، والمحارة حيوان رخوي، قلنا رخوي أي ناعم الملمس، ينتج اللؤلؤ. ولذلك سنسمي ما ينتج اللؤلؤ بماذا؟ مخصب. وما لا ينتج نسميه محار عاقر. يقول: ما الذي يجعلنا نعجز عن أن نجعل المحارة العاقر هذه قادرة على الإنتاج، إن نجعلها نخصبها حتى تنتج لنا لآلئ؟ من هذا التساؤل تحقق الحل، حيث قام ميكوموتو بدراسة المحارة، بدأ يدرس المحارة التي توجد داخل الصدفة. وفي عام 1888 أجرى تجاربه، ولكنه أخفق ثانية، أي فشل في محاولاته للمرة الثانية. وما السبب في ذلك؟ لأنه يفقد الخبرة في علم الأحياء. هذه الأمور تحتاج في دراستها إلى معرفة وإلمام بعلم الأحياء. هو ليس عنده فكرة أو خبرة في علم الأحياء، ومن هنا صمم ولم ييأس وقال: سوف أدرس شيئا عن حياة المحارة داخل البحر، لابد أن أدرس المحارة.
وكيف تكون حياتها داخل البحر. وأخذ يطرح على نفسه الأسئلة ولم يجد جواباً. نريد هنا أن نضع فكرة ثالثة وسؤال ثالث. فكرة ثالثة على هذه الجزئية التي قرأناها، هذه الفكرة نريد أن نضع فكرة وسؤال. سيف، تفضل يا سيف. أن ميكوموتو لم ييأس حتى جميل. لو حتى حينما أخفق. جميل، يبدأ نقول الفكرة كده عدم اليأس. عدم اليأس، أيوة عدم اليأس. ليتحقق الحلم. الحلم. ما رسالتك للطلاب الذين يأسون بسرعة يا سيف؟ يريد أن يكون الأول على الصف الأول المتوسط ويذاكر، ثم لا يكون الأول، يكون الثاني أو الثالث فييأس. توجه له رسالة يا سيف؟ رسالة اجتهد ولا تيأس فإن الله معك. جزاك الله خيرا. اجتهد لا تيأس فإن الله معك. أعود طبعا، قد نضع هنا سؤالا، ما أهم صفات ميكوموتو؟ هذا الرجل الياباني، ما أهم صفاته؟ الإصرار، العزيمة، عدم اليأس. الإصرار، العزيمة، عدم اليأس. أعود فألخص هذه الصفحة مرة ثانية إجمالا حتى تفهم. المدن الساحلية أناس يعملون على صيد الأسماك واستخراج اللآلئ. تجارة اللآلئ تدر أرباحا طائلة وأموالا كثيرة. حدث حدث لم يكن يتوقعه أحد، إذ أن رجلا يابانيا اسمه ميكوموتو، شاب صغير، استطاع أن يكتشف أمرا مذهلا أدى إلى ضرب هذه المجتمعات وخسارتها اقتصاديا، ألا وهو زراعة اللؤلؤ. فكر في هذه الفكرة عندما وصل عمره 23 عاما، فقرر أن يترك عمله المتواضع وبيع الأرز وينتقل إلى الصيد، لصيد الأسماك واللآلئ. لاحظ شيئا، أن الصيادين يعانون جدا ليحصلوا على لؤلؤة واحدة، فقال وسأل سؤالا، ماذا يحدث إذا استطعنا أن نزرع اللآلئ داخل الصدفة؟ ما الذي يحدث إذا استطعنا أن نجعل هذه المحارة العاقر مخصبة قادرة على الإنتاج اللآلئ؟ ومن هنا بدأ يدرس المحارة، ولكنه أخفق مرتين لفقد الخبرة وخاصة في علم الأحياء. ومن هنا بدأ يدرس ويتعلم ليحقق أهدافه. ننتقل إلى الصفحة التي تليها، الفكرة الرابعة والسؤال الرابع. وفي عام 1890 التقى أحد أساتذة الجامعات اليابانية المختص في الحيوانات البحرية. يعني ميكوموتو هذا استطاع أن يلتقي بأستاذ للحيوانات البحرية يعمل في الجامعات اليابانية، وعرف منه شيئا مهما، وهو أن المحارة تقوم بإفراز، وإفراز إخراج مادة كلسية، كلمة كلسية مأخوذة من الكالسيوم، بوساطة الحيوان الرخوي داخلها. عندما يتسلل حيوان، كنا رخوي، سلسلة الحيوانات الرخوية أي هي التي تكون كما كنا ناعمة الملمس، وهذا أهم ما يميزها، وتكون في الغالب مغطاة بقوقعة أو صدفة تحميها من أعدائها في البحر. هذا الحيوان الرخوي الضعيف الناعم الملمس في الغالب يكون في قوقعة أو صدفة تحميه من الأشياء الغريبة التي قد تلتهمه وتقضي عليه داخل البحر.
هذه المحارة تقوم بإفراز هذه المادة، لماذا؟ لتحمي نفسها من خشونة أي حيوان مؤذي قد يتسلل إلى القوقعة أو إلى الصدفة، بحيث أي حيوان يستطيع الدخول إلى القوقعة يصير كذلك، سبحان الله العظيم، يصير كذلك ناعم الملمس ويتعايش مع هذا المحار دون أن يؤذيه. إذا هذه المادة فائدتها أنها تجعل الحيوان الغريب الذي دخل إلى هذه القوقعة أو إلى هذه الصدفة هو كذلك ناعم الملمس مثلها حتى لا يؤذيها بخشونته. إذن هنا نستطيع أن نقول أن الفكرة هي ميكوموتو يلتقي بأستاذ الحيوانات البحرية، هذه هي الفكرة الأساسية هنا. طيب ممكن نقول السؤال، ما الذي تعلمه ميكوموتو من الأستاذ الياباني؟ رجاء أن تكونوا بتكتبوا الفكرة، ميكوموتو يلتقي بأستاذ للحيوانات البحرية. طيب السؤال، ما الذي تعلمه ميكوموتو من الأستاذ الياباني؟ قلنا تعلم منه أن المحارة هي الكائن الدقيق اللي داخل القوقعة أو داخل الصدفة يقوم بإفراز مادة، هذه المادة تحميه من أي شيء يدخل إلى القوقعة أو إلى الصدفة. لم يهتم ميكوموتو بما تنبأ به الناس عن إخفاقه، كل الناس يقولون له ستخفق ستفشل، رفض قول من قال إن تلك المحاولة إذا نجحت كفكرة فلن تنجح كصناعة وتجارة، كانوا يقولون له هكذا، دعها يا ميكوموتو تنجح كمحاولة كفكرة، لكن هل من الممكن أن تكون صناعة وتجارة يهتم بها الناس؟ كان الناس يحاولون إحباطه، فلم يهتم بكل هذه الأقوال وقال لنفسه اصبر ولا تستسلم. أنت كذلك أيها الطالب، إذا رأيت حولك آراء المثبطين لك والذين يدعونك إلى التكاسل وإلى أنك لن تنجح ولن تحقق ما تريد، فلا تستمع لكل هذا، بل خاطب نفسك قائلا اصبر ولا تستسلم، واستعن بالله تصل إلى ما تريد، واعتمد على التجربة والسؤال والعمل الدؤوب. وكلمة العمل الدؤوب معناها الجاد المستمر، العمل الدؤوب أي الجاد المستمر حتى تثبت ما تعتقد أنه صحيح. إذا نستطيع هنا أن نضع سؤالا وهو السؤال الخامس، ما رد فعل ميكوموتو تجاه المثبطين له؟ المثبطين هم الذين يدعون إلى التكاسل. ما رد فعله؟ لم يلتفت لهم، بل قال لنفسه اصبر ولا تستسلم، اصبر ولا تستسلم حتى تحقق ما تريد. واضح؟ طيب نكمل بقية فكرة في هذا في هذه الصفحة، نكملها بإذن الله. حمل ميكوموتو السلال، السلال مفردها سلة، وهي ما يضع فيها الإنسان الأشياء التي يخاف عليها. هو كذلك حمل سلالا مغلقة تشبه أشبه ما يكون بالشباك الضيقة، شباك ضيقة، وراح يملأها بالمحار المخصب الملقح أي المخصب، قلنا المخصب أي القادر على إنتاج اللؤلؤ، ثم يعيد غلقها. يبقى يأتي بالصدفة ويضع فيها محارا لكنه مخصب قادرا على الإنتاج، ثم يعيد إغلاق هذه الصدفة، ثم يضعها في السلال ويغلق السلال جيدا، ثم يذهب ويضعها بعيدا في داخل البحر والمياه المالحة
لماذا يفعل ذلك ويربطها بحبال حتى يستطيع أن يجرها أو يستردها متى شاء؟ نكمل قراءة. ومن ثم إلى عمق البحر ومياهه المالحة ليتمكن من سحبها ساعة يشاء. كان ميكوموتو خلال سنوات انتظاره الطويلة أضحوكة أهل بلده، وأصبح اختراعه موضوعاً للتنظر. الاختراع الذي يحاول أن يخترعه أصبح أضحوكة موضوعاً للتنظر، والتنظر معناها السخرية، بدأوا يسخرون منه. والأمر أشد من ذلك كما ستعلمون الآن، حتى أنه اتهم بالجنون والهلوسة. الهلوسة أن يقول ما لا يدري، يقول الإنسان ما لا يدري وما لا يعي، حتى تجنبه أصحابه وابتعد عنه أقاربه حين رفض أن يعدل عن فكرته. يعدل معناها يرجع عن فكرته، وهي تخصيب أو وضع المحار المخصب داخل تلك الصدفات ووضعها داخل البحر لتنتج له اللآلئ. اتهم بالجنون، ابتعد عنه أقاربه لأنه رفض أن يعدل أن يتراجع أو يرجع عن فكرته. وهذا كله دفعه إلى قضاء معظم أيامه ولياليه جالساً على صخرة بالقرب من الشاطئ، مصمماً على إعادة الكرة، والكرة أي المحاولة. أرجو أن نكون بنكتب. بعد أن أيقن أن محاراته ميتة لا محالة، يعني كلما ماتت المحارات أتى بغيرها وأعاد الكرة وأعاد المحاولة، تاركاً البحر يلطم بأمواجه السلال المملوءة بالمحار الملقح، ظل على هذا الحال إلى أن بدأ الربيع. وذات يوم سحب السلال ثم حملها إلى بيته على الرغم من عددها البالغ 850,000 محارة. 850,000 محارة. نريد على هذه الفكرة سؤالاً وفكرة. طبعاً الصواب أن أقول فكرة وليست فقرة. ضياء مركز معنا يا ضياء؟ أيوه. طيب ممكن تحط لنا فكرة أو سؤال على هذه الفكرة التي قرأناها؟ حاول. تفضل. نجاح فكرة ميكوموتو. هي إلى الآن، إلى أن قرأنا إلى الآن لم تنجح الفكرة. عندما نقلب الصفحة ونأتي بالصفحة التي تليها سنعلم أنها نجحت، لكن مطلوب منك أن تضع فكرة على ما قرأناه تحديدا. واضح؟ يعني هي نجحت، نعم نجحت، لكن ليست في هذه الفكرة علمنا أنها قد نجحت. ميكوموتو يسحب السلال من البحر، من أعماق البحر. طيب ماشي، جزاك الله خيرا. روان تفضلي. محاولات ميكوموتو إثبات ما فكر فيه. تمام، محاولات ميكوموتو المستمرة. أحسنت. طيب جزاكم الله خيرا. وقد نضع هنا سؤالا، وهو ما فكرة ميكوموتو لزراعة اللآلئ؟ إذ أن الزراعة لم تكن هكذا عشوائية، إنما الأمر اتخذ منه وقتا ودراسة. طيب فما الفكرة التي قامت، ما فكرة ميكوموتو لزراعة اللآلئ؟ قلنا أن يأتي بالصداف أو الصدفات ويملأها بالمحار الملقح، ثم يغلقها جيدا ويضعها في سلال، ثم يرمي هذه السلال داخل البحر وتكون مربوطة بحبال بحيث يستطيع جرها متى شاء. هذه هي الفكرة التي فكر فيها ميكوموتو لزراعة اللآلئ. طيب ننتقل إلى الصفحة التي تليها. درس طويل بعض الشيء، لكن بإذن الله نفهمه. قبل أن ننتقل إلى الصفحة التي تليها، كما تعودنا أعود فألخص هذه الصفحة. في عام
1890 التقى ميكوموتو مع أستاذ في الجامعات اليابانية وتعلم منه معلومة جديدة، ألا وهي أن المحارة يفرز مادة من الكالسيوم لتحميه من أي جسم غريب يدخل إلى صدفته. ميكوموتو لم يهتم بكلام الناس المثبطين له الذين يتهمونه بالجنون، وقد حتى هجره أقاربه وأصحابه لأنه لا يعدل عن فكرته لسنوات طويلة، ولكنه ظل مصمماً ويضع السلال كل فترة حتى أنه استطاع أن يسحب السلال في الربيع في شهور الربيع، وكان عدد المحار الموجود فيها 850,000 محارة، فذهب بها ورجع بها إلى بيته. ننتقل للصفحة التي تليها. لقد ماتت كل المحارات، يا الله، لقد ماتت كل المحارات التي كان يحلم بها بالفعل. المحارات الكائنات التي أغلق عليها هذه الصدفات ماتت كلها، ولكنها قبل أن تموت تركت له كنزا كبيرا، فقد خبأت له كل محارة حبة لؤلؤ في أحشائها الميتة لتتوجه ملكا على عرش زراعة اللؤلؤ في العالم، وهذا عام 1908. على الرغم من كل الجهد والتعب اللذين لابسا حياته، إلا أنه قد تحقق حلمه وقد بلغ 47. هنا نستطيع أن نقول أن الفكرة اللي قالها ضياء من شوية، وهي ميكوموتو يحقق حلم حياته. وقد كان لاكتشافه أثر سلبي في المجتمعات التي تعمل في تجارة اللؤلؤ. يعني على الرغم من أن هذه الفكرة فكرة جيدة جدا وأمر قد أنعش الاقتصاد عنده هو كشخص وعند بلاده كبلاد اليابان، إلا أن هذه التجارة كان لها أثر سلبي على مجتمعات أخرى تعيش أصلا على تجارة اللآلة. ولعل السبب في ذلك هو سهولة زراعتها، خلاص الناس تعلموا كيف تزرع اللآلة، وانخفاض ثمنها لأنها رخيصة وليست غالية مرتفعة الثمن. فقد تضرر بذلك سكان الخليج العربي لأنهم كانوا يعملون على تجارة اللآلة، إلى أن من الله عليهم بنعمة أخرى وهي البترول. وقديما قالوا رب محنة، والمحنة هي الشدة في طيها، وطيها أي في داخلها، محنة منحة، والمنحة عكس المحنة وهي العطاء أو الرخاء. رب محنة أي شدة حملت في طيها أي في داخلها، منحة أي عطاء ورخاء. قد نسأل هنا سؤالا، لما عانت المجتمعات الساحلية بعد نجاح ميكوموتو؟ طبعا عانت لأنه بهذه الصورة قد ضرب اقتصادها الذي يعتمد على اللآلة إلى حد كبير، إذ أن هذه الفكرة التي قام بها ميكوموتو تتميز